السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تمام جديد من يوم مقطع جديد. اسمك تعال اليوم رياكشن على مين؟ على واحدة اسمها يوني. يا تنرفز وتخف وتايقها، اوكي مرة تايقها. وانا صورت المقطع هذا، لكن بس خلصت تصوير لقيت ان الجسمي يقول لي يعني سكرين ريكوردينج يقول لي انه ما صور. ليه؟ كلب يعني كذا ورق ورعنه. انا بستر شيء صدقوني، انا بس استغفر الله العظيم. المهم بنت حكاية هي تغث مرة وسووا عليها يوتيوبرز كثير، يمكن انا قرأت سويت واليوتيوبرز مرة شهروها، لكن كذا مرة تنرفز. بنشوف الحين اوكي. فلا تنسوا اللايك واشتراك وحسابات موجودة تحت صندوق الوصف، حساباتي كاملة طبعا عليها، وصلوا على النبي وعلى تكون اي صح نسيت اقول لكم، سويت حساب جديد، حساب جديد مش عليكم انتم ايش تبون فيه، حساب جديد في التيك توك اعطاك نحضر في اكسبلور وبلبله فحذفته اوكي. هذا تابعوني عليه اوكي. هي اسمها يونا اوكي. بسمعكم الحين كيف صوتي ينرفز مره، وبسمعكم صوتي كيف كانت قبل. طبعا انا كاتبه برنسس واميره، خليني ساكت بس. بشوف لما قالت عندها صوت مرة ينرفز، صوتها مرة كذا يقف، وإذا تكلمت عني برفع لي شكوى. بس هذا رجع الله يرد الصبغة. صح إنه لونها حلو شعري هفهف، بس التساقط لا، فعشان كذا قررت إني أقص شعري. يلا بسم الله شعري. بسم الله بسم الله. مو قادرة، باخذ نفس وبحاول تاني. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. مو قادرة مو قادرة. هذه على ما اعتقد انها متزوجة، حتى اذا كانت متزوجة اخواني لما يشوفون المقطع وش يقولون؟ اوه هيون نزلت مقطع، شوفوا بطل مدري وش. صبر لا لا لا، اول مرة ححلب معزة في حياتي. كيف معزة تحلب معزة؟ لا خلاص كل جد بس صار لها أكل عشان ما تتوتر وتخاف. وهنا المزارع كان يشرح لي كيف الطريقة. مرة توترت من البداية، خفت كنت ما حكمل. بسم الله بسم الله بسم الله. مصدقة وخرب وخرب شقيت وجه. هذه كيف سكنت بجري؟ هذه بيت سكن بجري كذا أسبوع، تعلم الترتيب كيف. حتى تشبهش لا تحلبين، استغفر الله العظيم. هذا يشوف ينمس كذا وكذا، تمسكه من هنا شوف كيف كذا ترصه، وبعدين تمسك هذه وتعرف ايش صار. ويجي صوت ما راح ينرفز. ولما تعدي الحلوه تلخبط لي انا في الكلام بالراحه شويه شويه. بنت من قوة ما هي جميله لو جت قالت هاي بويز هاي بوي. فهد فعلا ينرفزني مرات، لكن ينرفزني دبل فهد ب 12 مره. لين لابس لبس اردن، شو تسوي فيه؟ اللي كانوا يلبسونه هذه كانوا يربون رجال، كان اخوتها وعائلتها رجال. بصراحه بعد ما اقدر اكمل مو بيدي، وبصراحه اصلا فرقت احس جميل. شوي صراحة صوتها صراحة بطل، لو صوتها والله صوتها بطل، صوتها هذا كذا تحسه أهيب حق بنات، راك حق خارج. لا لا لا، اكتشفت كيف نغسل يدنا صح؟ يا دقيقة بوريكم شيء، يدها مجعدة أكثر من أي شيء في الحياة، أي شيء في الحياة مجعد هي مجعدة أكثر. وش في عندي شيء مجعده؟ ما لقيت شيء. المهم ان هي مجعدة مرة، كيف وهي صغيرة في الثانوي يمكن. وش ذا؟ ما انا جربوها حتى انقذك من الجرثومة. انت نفسك جرثومة. لا لا لا، مرة طفشانة ايش اسوي؟ سألت البستي بس اوف ون سايز. شوف شوف انا شوف انا موقف شويتين اوكي، لكن كاتب له والله بالتوفيق لكل خير. بس ما شوف كاتب انسايزي ساعدني طفشانة ايش اسوي؟ لونها عندي عيب على اللي ما يطلق. يبلكها رد علي. فسألت جوجل ايش احسن لعبة في العالم، الجواب طلع ويبل كعلان. اليوم عندنا مسابقة اجمل لانش بوكس في المدرسة، تعال. معقولة مدرسة يا هل بالله؟ شوفوا طبعا هذه مدري يمكن طبعات، لكن اذا كانوا ماشي خلني ساكت.
رشم حرامي يعني. أنا أكثر شيء أكره اللي مش مرة تنرفز منه بشيء لا يبقى. تعالوا أوريكم إيش سويت. أول شيء حطيت هذا البرجر الكريسبي من الطازج، شوفوا ما أحلاه من جوا. وطبعاً بطاطي. ليش قطعتيه؟ ليش؟ حطوا ستشين بالطرف، حطوا ستشين هنا ماشي؟ وقلبيه وصير ستشين أنا عاش خذيه بأي مكان. عاش قطعتي حطيه قطعة بعدين إيش كشميه إيش تيك يا هل كي أنا أنقذ يا أخوخ يا عربوط يا عنب يا تين دق يا ترنج يا رمان. بنات الثوية لما يدخل الحمام ما يتفص مقولية ثانوية يا هل أول شيء هذه ما هي مدرسة سعودية، ما هي مدرسة سعودية أبدا، ما في سعودية. سعودية معروف مريول والثانوية. مريول متوقع زي الكوب اللي أوريكم إياه، شوفوا هذه ثلاث مريول ابتدائي مريول متوسط مريول ثانوي كذا. هذا وش هذا؟ حق امريكا على حد علمي. بعدين ممنوع الباروكه والجوال ممنوع. احنا الشباب احنا العيال اللي صارت لنا اشياء ممكن انها ما تعيبنا بحكم انك رجل، مثلا تشرت صورتك شيء، اذا تشرت صورتك في اشياء خاصه للرجل اشياء خاصه للبنت ممنوع عندنا الجوال. البنات قطعا باتا ممكن تنفصل على ما اعتقد. بعدين انا وش مين يغني في الحمام لهالدرجه؟ فاص طاقه معك شذا؟ والله اني عارف ثانويه ما يسوون زي كذا، عارف بنات ما يسوون زي كذا. طبعا اعرف ما لا تمل عنت لا تفهم شيء قوي. شو اسمه يحيى I love you so much حبيب قلب يحيى my friend in social media صراحه. يا اخوخ يا عربوط يا عنب يا تين دق يا ترنج. الحين هذا الكوتش هذا اوكي شوفوا زندقة دراسة كلها، يعني لما تشوفه يعني هل انت مستانس؟ يعني كذا لما تشوف تجيك طاقة مرة بور ان شاء الله تنحرق الدخان قاصدي. يا صاحبتي اليوم بعلمك كيف تلف الطرح. وخرة ايش بتسوي؟ انت مجنونة؟ لا لا وضعك صعب لازم اساعدك، خدي الله يهديكي. استغفر الله العظيم. دمجت وجهي مع كندل ويا ليتني استخرت. هل يعني انها حلوة؟ شوف قاعد اقرا الكلام بصوتي. دمجت جوجي مع كندل ويا ليتني استخرت. بيتك ماكله خرم ونزله. اتعشى اليوم وافرك المصباح. شوف الشبيحه كلها شكلها دج. شوف ايوه بقوه مره العجايز. شو هذا؟ عنده اعلان يعني وش تفعيله؟ فقررت اني اصحى وغسلت وجهي الحلو. الساعة المخصصة لها مرة ناشفة لازم مرة مجعدة. هذا احلى مرطب في العالم من لوكستيان، ودحين مع اصعب فقرة اشرب ماتشا. يا رب اشتكل عليك. ماتشا شكلها حنة بس طعمها جنة. سكراتي اذا تبغوا الطريقة حقتي قولولي، لونها نار. اخذت ماتشتي وجلست مع جدو ندندن شوية. يا مستجيب للداعي. فكر ذاك المصري اللي شال 500 ريال يقول دي صورة جدو وجاني في الحلم وقال لي اي واحد يلقاها في الشارع لازم تلوم صوري. جدك مين؟ بنات اذا تبغي تكوني كيوت اخدودك زي كده استعملي هذا البلاشر من ديور اسمه روزي. اشوفك انت تستخدمي ومجاعدة مرة. بعدين البنت على طبيعتها افضل. شوفوا هنا المكان صورت فيه نفسه قبل شوي صورت فيه حق المدرسة. شو هتصير حبيبتي انت رقصت كلها رقصت. طبعا هذا ونزداي فيلم بطل صراحة واللي فيه كذا أبى بوريكم إياه. هذا الأحلام
وهذا الواقع. شو قلبة ترقص سوري يا رجل؟ لا حد رجعني تكفون. عويستي يلا نسوي فستان. حس العويس بعد ما شاف المقطع كلم شركة ليز، السلام عليكم كيف الحال، ممكن تشوفي الإعلان؟ إذا ما شفتوه بستيك عليك. أول مرة في حياتي رح أجرب كوكيز بطعم الماتشا. أنا الصراحة أعشق شيء اسمه ماتشا لأنه لونها أخضر زي شعري. قصي لي إذا تعرفي شو يعني ماتشا. ركزوا معايا خليني أفتحه. يوووو ما ينفتح. ترى هي سوت شعرها أخضر عشان السايز. سايز أول ما تنمر عليه. بسم الله. الصراحة مرة كنت بجرب بس بطلت. كنت جالسة بشرب قهوة وفجأة تخيلوا إيش صار، شفت في الزرع اللي جنبي دبانة، ولما قربت الكاميرا اكتشفت إن عيونها لونها أحمر. شوف بشرب قهوة بسمعكم ضحكتها كيف تمرق. شتيات تسحب فرامل وبسمعكم صوتها كيف الكبكة. شوفوا اسمعوا شايفين المكس؟ هاي مرة كيوت. لا هذا أحلى. إيش اسمها؟ كانت تقول جردون. كلبة بلوندي ولا بلوندي؟ زارة؟ والله إنك كشخة. بلوندي تعال تعالي بوي. وين هوين الصوت ذاك؟ والله هنا أفضل، أحس كذا أحلى يعني شيء أحلى، فاهمين؟ لا لكن أحلى صراحة. طبعاً هي تنرفز مرة 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 تنرفز، وأنا انقثيت صراحة كذا، مقطع كان بسيط وأنا انقثيت مرة. فيرحم أمك لا تتصنعي، لا تتصنعي، لا أكفخ كذا ترى. اوكي يعني هنا كان صوتي مقطع، لايك واشتراك في حسابي في الوصف جميعا، تابعوني عليها، أصلي على النبي ومع السلامة.